ماشي دروديير ديليو افينكم القطيع وصنود وجمعوا راسكم بقى تعملوا لنا الخرايف هدايا واحد بجره واحد مغرب زعبان عيد جاغ عملوا الحلوى ديال الفرفار شحال الناس كيشوفوا فيك دابا 5000 واحد انا وراضي عليكم مليار حسان اذا شافوا فيا مليار انا راضي عليهم والله الا تحملك بحال هادو اللي عندنا في بلادنا عندنا الوزن عندنا وزير بسميه وزير الايتام عبد العطيفه هو اكبر جفر نعلت الله عليهم الى يوم البعث فيما كان شي وزير في الدوله تصعد راطي في المغرب كامل ما صالح لا وزير الاولي ولا الاخري 41 شفر مزيك يتفرج فيك احلى بلاش 41 شفر وحنا معاهم يكون المخزن زعما سخن منهم زعما سمشي صوت الله ينعلفوهم تقع البحر فيها لا حتى ولا كلا مشيتو عند الكارطون ديال الحليب للزلافه ديال الخميره اجي تشوفوني انا كيفاش عامل ما شفتونيش تتبينوا عند الكارطون قال لك الوزير وما القباره الوزاره عندي بحال عوار العوار اذا شطحتي له عاد تشوف فيك هيداك وزير الاول تا الوزير الاخر تعيا تجي شطح ما يتشوف شي فيك لو كان شي يعرف فيك احلى ولا تكلم اشرف تكلم اشرف بافلور اه يا اشرف بافلوري وهدية عليك بابا زارتني باركه ملي طللتي انا باقي تنسدك في الدورة انا تنسدك واش اني ما صايمشي اه نجمع راسك هذا اه الله باينه في فاطر فاطر ايضا فاطر جيب شي بواطه د الترايكيس هكملوها بالزيباب فاطر حدا قال لك خرج راه فايده بدا تقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله شحال تفرج فيك 200 واحد انا راضي عليهم يكونوا تما الله انا راضي عليهم من طاجين الكوير عاش الشعب المغربي فوير بلا ما نقول لك المحكم ماشي الحكومة المحكم عمر يما لا انت المحكم حق له جماعه اه اشني هذا انا باش ما تقولوش الفردق ما تحاشي بيك قال لك وري لسانك ماشي تيق بيك انا لسانك ها كله صايم على حرمجي ابي الدرع بالقوه بالصايم صايم على حرمجي ابي الدرع عمي اشرف زخرج اللي افاي طالر شوف الفردق يجي تحي بيك اه ابا حد 200 واحد يتفرج فيها صاحبي قول لي انا راضي عليكم من طنجاني الكويره حيدوا لي غير دولاد الحرم الغزال للغزال ارجع جابت لك الهديه على حسابي واش انت خاصك دار من هادي ما شفتي الكارطون ديال الحليب قال لك نقصوا له 20 فرنك والادمي شني عزيدو فيه قالوا لي يعطيوه 5 سنين عيطيوه 20 عام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله براشد هي المدرب يا العلامه الزدوديه الفقيد الروديان يا حلا ولا جاب عليها عاد بوجق عاد بوجق ها واحد بينه ومورايا ومثله خاص يمشي غواطانامو الله الا قال لك يشوف لك مروان يرد عليك شي بواطه الطران مروان الحلوه الفرفاره بارح هو رضى عليا دار معايا ام بيجه حبكم بحالكم انتم محشمكم الصبعين في الزلافه الناس ديال الحلوه الفرفاره مبرعين وفاين اخويا خالد هي القصر صغير يا فرسي ويا الغزاله يا تشرتشق انا راضي عليك وبالغلوم بالغلوم السلم ديك القطيعوس اللي عندكم تماك داك القصار شكون هذا راشد هي الغزال يا تشرتشق قول له الفردق هو شيهدر وسمع عليها يا تماك كتبت وبعدت وحده كتبت وبعدت دابا نشوف عند القليب عندي انا خساره عليا عندي غير ربع قليب ما عنديش تا نص وما عنديش تا لارو وما عنديش كمال في القلب انا راضي عليكم انا راضي عليكم يا تشراتشا افا نقوزو هاد الليله ولا شكون اللي بغا يبارتي اليوم انا باش ما تقولوش الفردق ما راضيش عليكم أولا ناسيكم أولا مشقللكم
وبالله تنوريكم يديك وانا راضي عليكم الشباب ورد المرصة. تبارك الله على خويا منير، هي خد كحو ليا الغزال يا تشرتشوب. تبارك الله عليك الاخت سناء، الله يحفظك. انا تشرتشوب قاد القلوب، انا مع العلماء مع الغزلان. ايه يا يوسف يا الغزال يا ورد خد، ايه يا عبي عبد الرحمن يا تشرتشوب. فاين بابا؟ انا بابا ديالي، انا الاخت سناء. اذا بغيتي خصك العرياس او عادي هاتوي ورد ديالك اللي عاد عملوا لك في العرزة. والله لا امين، ربي يخليك احلام. انا راضي عليك اختي واختار عليك، وانا هذا خلي الراس ياد العجيلة ستيت وعد جوج بها ياد عاد عدب يا الحديث. هذا الهاشمي في دعية، ده هو. الله يحفظك اختي، والله يجيب لك شي عروس. زاد احنا موجودين فنانة، ها هما كل شي ده والفردق، ها هو ساخط على الوضعية. تبارك الله عليك اخي خالد، الله يحفظك اشرف، الله ينورك. انا منير وبلغ بلغ السلام من حمزه. انا معروف على الصعيد الدولي بحال لاطات الشاورما. تشوفوا فاس عرفوا رمضان، شوف شو الحاله، حاله دراماتيك. مقتول مره، شوفني في اللون دفقاقص. انا شوف واش اللون دفقاقص، اللون دفقاقص. انا ميت، شوف واش تشوفني. انا وليدي اصدر الدندر بسعيد، الله يحفظك وقلب الاكحل. دع دعوه خم دع 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 عمليه زهره هذه المره. شوف انا باش تشوف النمر، النمر راضي عليكم وما عندهم شي عرض السبوعة، وانا عندي شي عرض النمور. خليك احسن راجل في العالم. معروف احسن راجل في العالم. ورا باش نقراهم ورا تخلصوا عليه هذا الفيديو. احلام واش اني تخلصونا ولا شدي اختي سادة نشوفك كتعرف كتعرفك هذه من الفرسين. ايوا صافي، انا قصار برطاجان القويرة. تحية لولاد الشلة في كاملين مقعنا الراس. ايه يا الفردوقة، اسبوع ديالك باش ما كان رخيص، فهمتيني؟ ورد المرصة مغارية اللي قلتي، الحطبة عايد جير تيجاب يونش، ودغلالة وضرب البناو عليها المرصة، قاع الفردوق ليكوس في الطرش. قول لي ها باش ما تقولش الفردق ما تزحاش فيكم ولا ماشي هايدا. تبارك الله عليك، الله يحفظك يا بابا. انا عنده الشعبيه على الواس. انا والله وترشحتوا عليا وطلعت عندك القباد البار لابد الاولانيه، البوطه فابور والقرعه الزيت فابور، سكر فابور، هذاك من عند الدوله تصدقوا هادو كيبيعوه. والشعب مسكين صلى عليه القط، جاب لهم الله وبالو عليه الفيرن. انا التحيه للروح الوطنيه اللي ما عندوش الوطنيه والمصداقيه والشفافيه. انا هنايا التحي بنزوط عليه واللي عنده باب واحد الله يشد، الله يشد عليه، واللي عنده عشره الله يزيدو 100. هذا في حد باب ديال القاهره، علاش قالوا لا القاهره عندها 100 باب؟ حنا ما عندنا لا 100 ولا 4 ولا عندنا واحد باب غنفلقوها على بابه كامل. عندنا واش عندنا شي دبيبان؟ الله يحفظ السالب. انا خي اشرف يا الغزال، وتبارك الله عليك اختي، الله يحفظك. والله الا اش اني سحاب لك الكذوبه ولا عادي البقر ديالي الوالدين بالحليب ديالي بالرايب بالجبن، والله ما واقف عليهم على هاد الارض تسعة تراطي. لا يا يفزدون في الارض ولا يصلحون، انهم قوم ظالمون وجاهلون، ليس لهم عدم التفكير. انهم ايه يا با سليمان يا الغزال، فين العسل فين يا بابا؟ يا
هذا نور تدعوت الشبتيتي عاود تحيه الشبتيتي هو تحيه له هذا واش ما تقولوش الفردق ناسيكم قال لك واش العرب واللي بغى يبحر معايا في الجبايه ناد العم عم بحر هاد العم عم بحر لا في واد مرسى لا بديو ليش لا في طنجه عمشي نتجيبها ونريح كرع على كرع وكاين عيساري عينك يا الغزال والله سنخليكم عمشي حاطين تمك لا تقلى ديالك وشديت تمك بقى عندي تشاقل ولا ناناك اجيتو وابا لا ما عم بحرش في واد المرضى يا انا وبخلك الورد المرسى كرطوها زادوها النقطة ردوها ورد المرضى وانا عمشي نمرات والله نبقى جالس برا مع راسي تجي حيدوا لهذيك النقطه ويجي نتمك عوما عوما هنايا ايه يا بودير وكيفاش انو عامل واحد الغزال دحميم مثلا نشوفوها قيله باقي في المدرسه شي يقرا قول لي يا الغزاله اللي خاص يتجوج بالفردق ها هو واللي خاص يعمل العسل هذا العسل صغير هاي انا واللي ما خاصوش شي اي صالي بيدو يتحي على جنابه فهمتيني يا ولا قال لك هذا شفتوا الدروقه شني عملت لي دابا شهر رمضان مربوط فح مربوط في احمد الكلب اهلا اهلا يا حبايبي يا غايبين وشكون هذا ما كاين هنا يا سليمان واش يقول لي انا راضي عليك وهاد الاخت هادي سناء الغزاله انا راضي عليها انا مقاطع اخي اللهم كعريش الرجل لا واحد جاب لي الحوت من البحر بلادي تشوف على الله زال وري له من الحوت ها واحد شدي جاب لي بلاد جاب لي الميخيوس قال لك اجي تشوف الحلوى هذا القراري وريه بركات اليوم بركات البوري العوار بركات اليوم اليوم شنو جاب الله انا بابا جات يا بابا الحوت ثاني باش نشويها لكم وحبابيكم ليلا العرطه والله شديده هو عاد جبتي عبد الكريم يا عبد الكريم يا فيدي اشو باش نجيبكم نعرضكم على هاد الصفاضه هي عندي صفاضه هاد الصفاضه الزوديه هاد الصفاضه الزوديه هاداك مرحبا بيكم قولوا لي فيكم الغزلان تشراتشق تشراتشق ايه يا براشد يا الغزال تقول شي مكان تذكره ما تشوف احنا هنا بابا عندنا غير الغزلان انا حبيبي وفي عجبر بحال هذا التشرتشق هذا كل شيء مزيان الحمد لله والله يحفظك ابا منير وبالله علوم السلام كاملين من طقطق حتى السلام عليكم بلا ما نقول لك انا راضي عليك الغزال دو الغزلان واللي طلل عليا في هاد العوارجير انا راضي عليه عندك اخي شفتو كيفاش دوري جنانة قال لك انا عاي الله تزوط عليهم الله تزوط بحال علي اليوم سايب يقولوا لي ابجوق البجوقة ولا ماشي البجوق والله صيفطوا لي شي تشرد ولا شي شطانة ولا ما عرف بساش الله حفظك جيب العاد جيب راه كل شيء بتسبك نازلين عليا غير بالهرباك اسعي القلوب انا عندي غرفة قلب انا ما عندي شي مكبول ما صيفطوا لي شي القلب مكبول صيفطوا لي عربية مرضية هذا الشاورما انا راضي عليك واذا تخلصت عليا واللي بغى الفردو يعمل عبد الناجي وعايش بر فيها البقره تترطع بنته وهذاك هو يانا
والتحية لكم وسمحوا لنا من طنجان القويرة كلها رايات منشورة واللي ما عجبتوش الرايات بلادنا يخوي من عندنا بلا ما يبقى يبينوا لنا باسبورت حمر في الآخر احنا عندنا خطر لا في الآخر دخل عندك كوما عايشة بكوما دخل عندك بينك كومان يا الغزال ايه لطيف لطيف كومان كيف راك مزيوان انا وليد جوهري ها جوهري محمد بارودي تبارك الله عليك اختي الجوهري ايه يا محمد البارودي يا الغزال يا العلامه طنجاوي سنه طنجاويه ديالنا هذيك سنعرف الله عمر هادر انا شي عارف هادو اللي يطلعوا لينا غير حبابنا انا راضي عليكم من طنجل بلا ما نقول لكم وشكون اللي عيفطرني اليوم تا واحد انا ميسي تبارك الله على ميسي العلامه ديال برشلون انا خايف شوف الغزال تبارك الله على هشام منير امشي تسحرت باللسان والله الا بدون هاد الرايب صوت عليه واحد بارح تتعرف على يا حليلو على السلطات بارح كانوا عندي في شي التواصل بلا ما نقول لكم ها ما عندي في التليفون اللي بغيت اكد يجي باش نوري الفرائض والسنن خاصو يوريني الفرائض والصوم شعل فيهم يلا وريلي ما لا حيا لا حشمه الله يحفظك اختي سنة صح الله يرحم والديك الله ينورك وانتينا الغزال هشام الله انا راضي عليك ومنير الغزال انا انا ابراهيم ديالنا يا الغزال يا التازي ايه يا باب تازا يا الغزال قال لك لا واه لا واه ناري ولا عقل داها لا واه لا واه ناري والجمال نساه رحت الزول وكيفاش نلقاه قالوا لي الغايب وحشوا معاك قرية كنت ومدينة قرية كنت ومدينة قيا القلب ترجع قلت مرحبا تصغر ناصر اسمك قول شنو اسمك اسال يا براف فين اصحاب لك عصردني حمير جدي انا خلينا انا قلت لك مرحبا تصغر الله يحفظكم الله يحفظك اختي كما قلتيها بحال اللي عملتيها بحال اللي عملتيها الله يحشرك الله يحشرك دابا تينا دابا الهضره مع نهضروا هكا حلاوة حلاوة لا لا ما زدتي